السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا متابعين حياتنا بكل بساطة مع أمان. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعضينا فيديو حلو من تجهيزات رمضان، وهو الصويا صوص. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة. الناس اللي بتسأل بقى هو زي طعم بره ولا مش زي طعم بره، انا عايزة اقولك ان هو قريب جدا من طعم بره. مش هنكذب ونقول هو زي بتاع بره بالظبط، لان بتاع بره بيبقى مضاف ليه مواد حافظة ومحسنات، والحاجات دي كلها بتغير من طعمه اكيد. لكن هو قريب جدا في الطعم، قريب جدا في القوام، قريب جدا في اللون. الاهم من ده كله ان بيدي نفس نتيجة الصويا صوص اللي بتشتريه من بره. نبدأ بقى الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. المقادير معايا: ربع كوباية مية سخنة، سخنة يا جماعة مش سخنة لدرجة الغليان، بس سخنة شوية. هضيف فيها معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من زيت الذرة، معلقة صغيرة من السكر. انا هنا حاطة سكر ابيض عادي، لكن يفضل طبعا السكر البني. انا ما عنديش سكر بني فحطيت سكر عادي، حطيت منه معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة جنزبيل بودرة، ربع معلقة ما تكتريش منه عشان ما يفتحش معاك اللون، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون. هندوب المكونات كلها مع بعض كويس جدا في المية السخنة دي. دوبتها كويس جدا بالشكل ده. انا هصفي المية دي من اي قطع فلفل اسود او اي حاجة مرضيتش تدوب معايا، لازم تتصفى. هصفيها، انا صفيتها كويس جدا، طلع معايا بقايا الفلفل الاسود المطحون وبقايا كمان الجنزبيل علشان ما يبقوش عاملين معايا قطع كده في الصوص ويضايقني. صفيتهم كويس. اخر حاجة هنزل بيها كوباية كبيرة من العسل الاسود. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ضفت كوباية كبيرة اهو، هدوت بقى المكونات دي كده كلها مع بعض. هتلاقوا تحسوه في الاول كده انه تقيل، لكن واحدة واحدة هيبدأ يمتزج مع المية. تقلبي كده واحدة واحدة لحد ما تحسي ان الاتنين دخلوا في بعض كويس. ده شكله بعد ما خلصته. بصوا القوام قريب جدا من القوام التاني، ما تستغربوش لإضافة العسل الاسود. العسل الاسود هو ده اللي بيتكرمل معاكي في المشويات وبيديكي اللون البني. جربوه ان شاء الله يعجبكم قوي. تستخدميه على الشيش طاووق، وبتستخدميه على اي تتبيلات مشويه بتبقى حلوه قوي. ده بقى كان الفيديو بتاع النهارده. هنحتفظ بيه ازاي؟ تحطيه في برطمان محكم الغلق وبتحطيه في باب التلاجة، بيقعد معاكي لحد شهر. ده بقى كان فيديو النهارده معاكم، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم بقى على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.